شارع سوريا هو العنوان مجدداً، لكن هذه المرة ليس بسبب جولات العنف التي جعلت منه خط تماس بين باب التباني وجبل محسن، بل نتيجة إعادة افتتاح سوق باب الذهب، سوق أعيد ترميم محاله بسواعد شبان وشابات المنطقة. كتير العالم متفاعلين معنا كتير، يعني في عالم صاروا ينزلوا يساعدونا ويقفوا معنا، ويعني حتى بالمهرجان ينطفوا الطرقات معنا ويقطعوا الطرقات معنا. كتير متفاعلين العالم، مبسوطين من هذا الشيء، خصوصا انه في محلات منهم قادرين هن يزبطوا محلاتهم، ومحلات فتحت وزبطناها نحن وفتحت وعم تشتغل هلا الحمد لله. المشروع بادرت اليه جمعية مارش. الجمعية احتفت مع اهالي المدينة بالمناسبة عبر عروض موسيقية ونشاطات متنوعة في مسعى لإعادة نبض الحياة إلى هذا الشارع وتكريس مبادئ السلام بين أهل منطقة عانت الأمرين جراء الحرب. نحن بنجرب ناخذ قد ما فينا مثل ما بيقولوا، بياخذ واحد بالأسباب كرمال يجرب قد ما فيه يدفع تجاه هذا الموضوع. أنت ما قدران تيجي تكمش واحد من إيده وتقول له حبه، بس فيك تحطه معه بمطرح شغل، فيك تحطه معه بحفلة موسيقية، فيك تحطه يخليه يعملوا مع بعض شيء فني مع بعض، فيك تحضرهم ماتش فوتبول مع بعض، تحضرهم موفي مع بعض. وهون بلش يبين قد ايه الفروقات عن جد مش موجوده بيناتهم، هي اكثر فروقات عندهم اياها من قبل بتخيلوا ان هي موجوده اكثر ما هي فروقات عن جد موجوده. لطالما كان الجيش اللبناني متواجدا في هذه المنطقه، تواجد تميز هذه المره بمشاركه عناصر الجيش الناس الاحتفال ومشاهده العروض الفنيه. قبل سنوات لم يكن هذا الشارع سوى مكان يرغب اهله في الهرب من جولات العنف التي تتفجر فيه من حين لاخر. اليوم بات ولو ليوم واحد نموذجاً للعيش المشترك بفضل جهد أبناء المنطقة. ميثم قصير، التلفزيون العربي، من شارع سوريا طرابلس. إلى الرياضة الآن وأبرز أخبار الملعب.